إلى موضوع آخر، الآن أكد علي مقران مدير العلاقات مع الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأوروبية بوزارة الشؤون الخارجية أن هناك عدة مشاريع للاتحاد الأوروبي، فنتابع. هناك 24 مشروع توأمة في حيز التنفيذ و10 في مشروع توأمة بين عدة مؤسسات جزائرية مع مؤسسات نظيرتها في أوروبا. كل هذه المشاريع التوأمة التي استعملها الجانب الأوروبي في دول أوروبا الشرقية، الآن تستعمل مع دول الجوار في منطقة المتوسط، والجزائر تشارك بمشاركة كثيفة وقوية، وهناك طلب قوي من الإدارات الجزائرية من الاستفادة من هذه